السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. صح رمضانكم وصح فطوركم. اليوم جيتكم بالفيديو هذا تاع المبادره تاع مليون خاطيني اللي طلقها الاخ صهير من سكيده اللي نحيوه بالمناسبه. قالك نهز مليون من صوردي نشري بها هكذا قفه تاع رمضان ونتصدق بها على عائله محتاجه ولا عائله فقيره. قلت انا ثاني ندير كيما دار هو انت عند عليه. هزيت مليون ها وجبنا المليون تاعنا. جبنا وحده سميد تاع 25 كيلو، زوج قبيلة، زوج عرفة، زوج قهوة، وحدة طعام، وحدة عدس، مكرونة، زوج سباغيتي، روز بسمتي، وحدة لوبيا، وحدة ملح، زوج كيلو سكر، وحدة خميرة، سلو زوج مارغارين، وحدة زبدة، وحدة موطار، مايونيز، عندنا وحدة مايس، وحدة طون، طماطم تاع كيلو، فارينة تاع خمسة، خل، بربر، رمال تاع بارا، وحدة رشة، وحدة حليب، وباليطة تاع قازوز، وجابلنا وحدة إيزيس، وحدة أومو، سانيبون، وحدة جافيل، وما نساوش وحدة سميت، هايليه، وجابلنا ثاني وحدة إسويتو، تاع نيطواياج تاع الكوزينة. القضيان هذا أكل ما سقالناش واحد المليون، نصدقوا به على ناس اللي ممكن المليون هذا كيشوفوه ما حاجة كبيرة، وقضيان هذا ممكن يحكم لهم رمضان كامل، وحنا نقولوها ونعاودوها الفيديو هذا ما درناهش للشهرة ولا باش نعتو رواحنا، زعما حنا درنا ولا حنا درنا حاجة كبيرة ولا تصدقنا ولا نعتو في رواحنا، بالعكس حنا مادا بينا الناس هذا الفيديو تبارطاجيه وتشوفو، مادا بينا كيما أنا شفت السيد هذا زهير مسكيكدا وتعانت عليه في حاجة مليحة كيما هذه. ماذا بيا الناس تزيد تشوفني انا ثاني وتشوفوا هو ويتعاند علينا وتعم الفريق كامل التراب الوطني. وصح رمضانكم والسلام عليكم ورحمه الله.